قام الرئيس المدير العام لمجمع صنة راك السيد توفيق حكار بتاريخ الفاتح فيفري 2023 رفقة فريق من الإطارات المسيرة بزيارة عمل والتفقد إلى حاسي مسعود قصد معاينة إنجاز المنشآت الإنتاجية بالمديرية الجهوية لحاسي مسعود، أين عاين المشاريع التطويرية التي تتضمن مشروع إنشاء مركز الفصل والضغط بحاسي قطار الذي دخل حيز الخدمة شهر جونفي المنصرم. مركز معالجة البترول الخام لحاسي قطارة مرتبط بشبكة آبار الإنتاج التابعة للحقول المتواجدة بالناحية الجنوبية لحاسي مسعود، إذ يعمل هذا المركز على الرفع من الإنتاج ويساهم في تحسين عمليات التدفق، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية اليومية 60 ألف برميل من النفط و 4.3 مليون متر مكعب من الغاز، وكذا استرجاع الغازات المصاحبة للنفط الناتجة عن عملية الفصل التي تمد الآبار بغاز الضخ بمعدل 10 آلاف متر مكعب لكل بئر. المشروع يهدف إلى استغلال الحقول الأربعة الموجودة في الناحية الجنوبية لصنة راك، والغاز يرسل إلى المجمع الجنوبي لصنة راك للضخ في الآبار لزية الإنتاج، والإنتاج الخام يرسل إلى وحدة المعالجة الموجودة في حاسي مسعود. كذلك بالنسبة للمياه المسترجعة، كذلك المياه الزيتية المسترجعة، دونك بعد فصلها وتنقيتها حسب الشروط النظامية ترسل إلى المواقع المخصصة لضخها في الآبار المؤهلة لهذا الشيء. خصوصا أن الاستراتيجية الجديدة تاع صنة راك تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية. أولا كما لاحظتم أنه ما فيش شعلات، لأنه فيها المشروع في حد ذاته لما تم التخطيط له يعني استرجاع جميع الغازات المصاحبة واستعمال ومعالجتها وإرسالها في لحقول حاسي مسعود من أجل يعني فصل المكثفات وغاز البترول المميع واستغلال الغاز الطبيعي لوضعه في شبكة يعني الإنتاج، ومن أجل كذلك بيعه في السوق الوطنية أو يعني تصديره. يعني الاستثمار كما شفتم استثمار مهم، وهو يعني يتجاوز 1 مليار دولار. هذا ليعطاكم صورة أنه حتى من أجل استرجاع هذه الغازات صنة راك تستثمر مبالغ مهمة للحفاظ على البيئة، وكذلك يعني استرجاع هذه الغازات واستعمالها تجاريا. وخلال زيارته لمركب زاد سينا المتخصص في إنتاج غاز البترول المميع، رافق الرئيس المدير العام لصنة راك السيد توفيق حكار السيد برنيني أليساندرو المدير العام للشركة الإيطالية تكنيمونت التي كلفت بإنجاز خط الإنتاج الرابع لغاز البترول المميع، أين تم معاينة وحدات هذا الخط الإنتاجي الجديد وكذا قاعة التحكم والمراقبة للمركب. ويحظى هذا الخط الرابع بطاقة معالجة يومية تقدر بثمانية ملايين متر مكعب من الغاز وألف ومائتي طن من غاز البترول المميع، وكذا 150 طن من المكثفات. نستخلص منه تقريبا أكثر من 1200 طن في اليوم من غاز البترول المميع و150 طن من المكثفات. هذه المواد نوجهها مباشرة للسوق الوطنية والسوق الدولية من أجل تثمينها. كما سمحت هذه الزيارة للرئيس المدير العام بتفقد موقع بئر MD322، حيث استمع إلى شروحات تقنيين شباب متخصصين في مراقبة الآبار بخصوص حلول تقنية تم تطويرها ذاتيا بالمديرية الجهوية لحاسي مسعود لتخطي مشكل تجمد الماء في قنوات نقل الغاز مما يتسبب في عرقلة الإنتاج. من أجل هذا وضعنا الهيتر من أجل حل المشكل. الهيتر يقوم بأخذ الزيت الخارج من البئر من أجل تسخين الغاز الذي يأتي من مصنع شمال زاد سينا، يأتي معالج ونحل مشكل، حلينا مشكل تجمد الماء. وعدنا بهذه التقنية استطعنا أننا نجوطو ديسبونيبيليتي 100% تاع البئر.
أفكار تطبيقية مبتكرة وقف عندها الرئيس المدير العام لتشجيع أصحابها باعتبارها مبادرات تعمل على خلق القيم المضافة للشركة وتساهم في الحفاظ على وتيرة الإنتاج، حيث أشاد السيد توفيق حكار بهذه الطاقات الشبانية التي تعتبر مستقبل الشركة.